أهلا يا دكتور محمود. عبده هنا؟ لا هو مش موجود، بس اتفضل. اتفضل يا دكتور محمود. أستاذ عبده زمانه جاي. تحب أعمل لك حاجة تشربها؟ بقيت مية. حالا. محمود، ايه المفاجأة الحلوة دي؟ تاني من امتى؟ ده لسه جاي قبلك يا أستاذ عبد. مالك يا محمود؟ في ايه؟ شكلك مش طبيعي. حصل حاجة؟ سعاد جرالها حاجة؟ طلقتها. خلي فطومة تحضر لك أوضة شريف عشان تستريح شوية. فطومة، حضري أوضة شريف عشان الدكتور محمود. فيه انا ايش عرفني يعني؟ محاضرة الصمت الرهيب. الصمت والسكون وجهان لعملة واحدة. عملت ايه يا دكتور؟ تعالى يا حيوان. انا حيوان؟ ايوه حيوان وقذر. ايه يا عم الكلام اللي انت بتقوله ده؟ انت قد الكلام ده؟ عم طب انا هوريك يا كلب. تعال تعال بره. نزل ايدك. تعال يا ولد. نزل ايدك. تعال يا ولد. اتجننت. تعال يا نزل ايدك. نزل ايدك. تعال يا ولد. صح يا محمود؟ تعالى يا عبدو. أنا جبت لك الحاجة اللي أنت قلت لي عليها. الكتب في الشنطتين أهو، وباقي الحاجة في الصناديق بره. شكرا يا عبدو. إيه يا محمود؟ أنت هتفضل مخلل في الأوضة ولا إيه؟ ما تخرج بقى يا أخي. إن شاء الله. تعال، تعال أقعد معايا بره.
نتفرج على التلفزيون، نلعب عشر الطاولة. مش عاوز مش عاوز مش عاوز. انت مستفيد ايه بس من النومة دي؟ يا اخي سيبني يا اخي. انا اسف يا عبدو، انا اسف، مش قصدي، غصب عني. ايام كتير مرت وانا ما بعملش حاجه غير النوم، بعد الايام زي المساجين، بس مش عارف في انتظار ايه. نسيت كل حاجه قبل الحادثه. حاجه غريبه، ما بقتش فاكر غير الحاجه الوحيده اللي عاوز انساها. ما بقاش فاضل من حياتي مع سعاد غير المشهد ده، مش قادر افتكرها في شكل تاني. باشا يؤمر بحاجة؟ عندكم ايه؟ عندنا كل حاجة، عندنا شاي سادة، شاي بحليب، قهوة، جنزبيل كراوي، عناب. خلاص خلاص خلاص، هات لي قهوة مظبوط. من عناية. اتفضل. شكرا. طالبة انا تيجي هنا؟ اه. انت مش شكلكش معاش، انت ايه اللي عادك وسط العالم دي؟ لا انت هتتكلم هتتكلم. يعني دكتور نور الشريف ده من تلميذك؟ لا نور، لا، بس انا درست للجيل اللي بعده على طول. انما اقول يا دكتور، حضرتك تعرف الفنان احمد السقا؟ اه طبعا، انا كنت بدرس له، وانا اول واحد تنبأت له انه هيكون نجم. ما شاء الله.